السلام عليكم، صباح الخير عليكم. تحية لكل الشعب الجزائري بالمناسبة السنة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. واش نتمنى لك يا عمي تبون؟ نتمنى لك إن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يخليك إن شاء الله، وراه مادام راك مع الزواولة ربي ما يخليكش. وكما يقولوا زعما راك وليد أصل، والأصل تاعك أنا كما نقولوا الناس كاع راهي عرفت، والأصل تاعك الله يبارك كما نقولوا من الناس تاع علماء تاع قرآن وكذا، ما شاء الله ربي إن شاء الله يقدرك على هذه العصابة اللي ما زالت، اللي هم حابين يديروا دولة في وسط دولة. ربي إن شاء الله يقدرك عليهم، لخاطرش هذو السياسة تاعك ما عجبتهمش، راح تلهم سياسة الهمهم وتفرميج، يبعث بنتو سوسو دير كوافيس تاعها ديروا في باري بمليار، ويبعث وليدو مينو يتفرج البرسا في برشلونة بمليار. هذه دركا ما عجبتهمش سياسة التقشف، وكما نقولوا بعثت لهم المال على السياسة، تلفت لهم هذو الخباثة هذو اللي راهم هنا اللي حبوا يعيشوا والله جلسات على ظهر الشعب الزوالي. احنا الشعب الزوالي رانا معاك باذن الله، رانا معاك. المهم العام الجديد ان شاء الله زيد فرح هذو الزواوله هذو، وراك مع فئه المجتمع، ربي يقدرك ان شاء الله وربي يحفظك، والشي اللي راك تدير فيه ان شاء الله راه في ميزان حسناتك، وان شاء الله يا ربي تزيد تفكر في الفئه تاعنا كيما نقولوا محاربي العشريه السوداء، المشطوبين، المتقاعدين، المعطوبين، ذوي الحقوق، الارامل كاع ان شاء الله بربي تزيد تفكرهم السيد الرئيس، ونكونوا من بين المفاجات اللي قلت عليهم بلي كاين مفاجات في العام الجديد ان شاء الله. يا رئيس الجمهوريه رانا واقفين على البلاد ان شاء الله، نوقفوا عليها كيما البارح وقفنا عليها، نوقفوا عليها اليوم. وراني عبلي هذا الكلام كاين بزاف ما يعجبهمش، يقول لك او الشيات، احنا خاطينا الشيتا، احنا من احسن نقول له احسنت، ولاساء نقول له اسات. هكذا خاوتي، احنا خاطينا الشيتا، خاطينا كلش، احنا ناس محترمين نحبوا الوطن تاعنا، وحفدة شهداء، حفيد أربعة شهداء، خاطينا الشيتا، خاطينا كلش. احنا رئيس الجمهورية شفناه باللي ما شاء الله هما على فصله، يا اخي كي حب يغير المنكر غيروه، هو قالها بفمه، قال لك حبيت نغير المنكر غيروني. يتسمى هذو الناس سورتا درك السياسة تاعو ما هيش عجبتهم، هذو الخباثة ما هيش عجبتهم السياسة تاعو. اخترش عليها دركا، انت يرحم بابك هذيك خطرة غير وزير العاج في البرلمان، في البرلمان قال لهم نجرموا المضاربة، ما حبوش يجرموها البرلمانيين. يتسمى انتم راكم تهضروا باسم الشعب ولا كم ضد الشعب؟ والله ما فهمناكم. المهم انا واش نقولكم، سياسة رئيس الجمهورية راهي عجبتني، انا شخصيا راهي عجبتني، كل واحد ربي يسهل عليه، ونتمنى لك الخير. وسيادة الرئيس راك عارف ما واحد ما راهو دايم فيها، واحد ما راهو دايم فيها عمي تبون، البقاء لله. المهم انت واش بقالك من حياتك في هذه الدنيا، ان شاء الله ماذا بك هذه بلاد ترجعها ورده، لخاطرش تستاهل تكون ورده. وسيادة الرئيس عمي تبون اللي ما عجبوش الحال، العدس والحمص والمقارون والسباغيتي راه كاينه في الحراش، ما تخلصش منا اليوم القيامه، هكذا ما تخلصش منا اليوم القيامه. العدس واللوبيا والحمص في الحراش ما يخلصوش منا اليوم القيامه، اردك دخل هكذا. واللي ما عجبوش الحال هذا الفيديو ما عجبوش ولا يا خويا دز معاهم، انا نهضر بوجهي هكذا، راني نهضر بوجهي ودز معاهم. لا ما عجبتكش هذه اخترش عليها، انتوما اللي ما عجبكمش اخترش عليها، كنتوا الهمهم النافيغاج وكذا منا، وبدل طريطوار دير طريطوار، دير كارلاج نحي كارلاج، دير رومبوا بدل رومبوا. انتوما اللي ما عجبتكمش المارشيات هذوك تاع مارشي تاع 200 مليون ديروا ب 200 مليار. انا عابلي هذه الهضره ما تعجبكمش، خاطرش والف في النهار تشرف، والف في النهار تصرف بال 5 ملايين 6 في النهار. انا عابلي هذه الهضره ما تقدر، احنا زواوله اخويا، احنا الناس هذو الشهارة والبساطة راهي عجبتنا سيره اخويا، احنا كنا نشرو شكاراس ميد 200,000، ولات هذيك ال 200,000 تجيب لنا شكاراس ميد وتجيب لنا بيدون زيت وكذا، وراك عارف الحبس سقمكم، الحب سقمكم، الحليب والاخر والزيت واللي تتخرجوا له تروحوا برا يا عدو الطبيعه. هكذا كيف مليح، قال لك السجن مدرسه، ان اعددتها اعددت تاجرا طيب الاخلاق. كاع وليت الله يبارك ما شاء الله، كاين حليب كاين كذا تاع دوميسك، او لا لا كيف تروح، لا لا دوميسك اخي الله يبارك. سياده الرئيس هذه الهضره انا عارف مور البحر هذاك ياكم تقولوا له استاذ، انا حرت يقولوا له استاذ هو سنه رابعه، اي باش تكون على بالك يا بنادم انت كيف انسان يطول جنسيه هو حراق غير هذه باش تفهم، اعرف لي من راهو يخدم
هكذا كونوا رجال وقفوا مع بلادكم وان شاء الله فيها الخير وراي تسقم بشويه واحنا ان شاء الله بربي رانا مع برنامج رئيس الجمهوريه نحن كمشطوبي الجيش الوطني الشعبي رانا مع برنامج رئيس الجمهوريه ويا خاوتي العام الجديد هذا فيها خير وما تخلوش الاحزاب يامركم واش ديروا خاصه هذه الفئه ما تخلوش الاحزاب يامرك اي حزب لا خاطر هذو الاحزاب نصهم راهم معارضين لسياسه رئيس الجمهوريه يحبوا الهمهم وانتم مثلا تحبوا الهمهم حابين كذا من ندخلوا البلاد في حيط بهذه الفئه انسى هكذا انساو وتحيا رئيس الجمهوريه وتحيا الجزائر وربي ان شاء الله يفرج علينا وان شاء الله العام الجديد ان شاء الله يكون فيها خير يكرمنا ان شاء الله وتنحى هذه الخبره الطبيه باذن الله وان شاء الله كاع فئات المجتمع الجزائري كاع يفرح ان شاء الله بربي وان شاء الله فيها خير المهم نتوما وقفوا مع بلادكم برك يا خويا تصيب ويخسر هذا الوقت دركا خلاص راحت هذيك تاع زعما كي تخبر على كشف فساد وكذا منا ما راحت هذيك تاع يدخلك الحبس تنحات هذيك خويا خبر تشوف فساد خبر تدخل للسبيطار شتو ما يتعاملوش معك دير فيديو خبر خليهم اختش عليه الناس قاعده تخلص الجنرال يخلص الوزير يخلص الناس قاعده تخلص اخدم خدمتك ولا طبق هذه هي اللي نعرفوها وتحيه الجزائر والمجد والخلود لشهداء الابرار موح المشطوب يحييكم عبر كل قطر الوطني وتحيه الرئيس تاعنا والله يرحم الشهداء بارطاجي اللايف يا عدو الطبيعه خليه يلحق لأعلى مستوى بالك رب العالمين يفرج علينا إن شاء الله صباح ربي إن شاء الله السلام عليكم.